قلبي عندك يا دكتور. احنا ما بنسيبش رجالتنا يا باشا. يا وجيه يا وجيه، وبعدين احنا مش عاوزين هري. خلص، فين الكارت؟ هقول لسعادتك على كل حاجه، بس اخرج من هنا الاول. يا وجيه يا حبيبي، دي قضيه راي عام، كلها يومين ثلاثه والجو يهدى وهنسلكك. خلاص يا باشا، بعد ما تسلكوني هقول لكم على مكان الكارت. انا عارف ان دي لك عوج، عشان كده ربطت لك في حجر كبير يمكن يتعدل ما تعدلش، وممكن يقع على دماغ مراتك وبناتك في اي لحظه. يا اخي اتحرق الكارت على الشبكه كلها. ايه خلاص كلها بقت استوت، مفيش ركاب؟ يا اخي راعي ربنا في اهل بيتك يا باشا. مش عايز يفهم يا حزمي، خد سبعه على المدام، بس ما ترغيش كتير عشان المكالمات دي بفلوس مش ببلاش. لسه شحن كارت ب200. ما تخلص، ارغي بقى بسرعه يا جماعه، مدير الامن بيمر. دقيقه واحده بس يا باشا لو سمحت. جاهز المتهم بتاع تجاره الاعضاء عشان يتعرض دلوقتي على النيابه. حاضر. مستني ايه؟ ما اتحرك. شيك الكفايه دي قوي يا حسن. اتفضل يا باشا. كويس؟ اتفضل.